بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنكمل موضوعنا عن المجال المغناطيسي. إحنا كنا أخدنا قبل كده المجال المغناطيسي لسلك مستقيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على المجال المغناطيسي لملف دائري وملف حلزوني. هنعرف شكل المجال الناشئ عن الملف الدائري، هناخد شكل المجال الناشئ عن الملف الحلزوني، ونعرف كمان القوانين المستخدمة في كل واحدة فيهم. طيب بداية أنا عايز أربط اللي فات باللي احنا خدناه. يلا بينا كمان نشوف. دلوقتي لو أنا كان معايا سلك بيمر فيه تيار هيتولد حواليه مجال مغناطيسي، وعرفنا إزاي نحدد اتجاه المجال باستخدام قاعدة أمبير لليد اليمنى. طيب أنا هتكلم بقى النهاردة عن الملف الدائري والملف الحلزوني. طيب ده دلوقتي إيه؟ سلك مستقيم. طب ايه رايكم لو رحت رايح جاي لفه على نفسه بالمنظر ده؟ دلوقتي انا بعمل ملف دائري قدامنا زي ما احنا شايفين اهو. ده دلوقتي ملف دائري ليه كم طرف؟ طرفين، ادي طرف وادي طرف. اول ما يمر في الملف ده تيار على طول على طول بينشأ حوالي مجال مغناطيسي. ليه كم وجه ده؟ ليه وجهين، في وجه ناحيتي وفي وجه ناحيه حضراتكم باذن الله اهو. شايفين؟ دلوقتي انا عايز اعرف بقى اول ما يمر تيار كهربي في الملف ده انا عايز اعرف شكل المجال ايه؟ ازاي احدد من الوجه الشمال ومن الوجه الجنوبي؟ ما هو ليه وجهين، انا عايز اعرف مين الشمال ومين الجنوبي. طبعا ده هيكون على حسب اتجاه التيار وهنعرف الكلام ده مع بعض دلوقتي. طيب ما تيجي يلا بينا اما نشوف التجربه اللي هتوضح لنا شكل المجال. شكل المجال لو احنا قلنا انا عندي ورقه وخليت سلك يخترق الورقة زي ما احنا شايفين كده معانا في الصورة، سلك بيخترق الورقة وعملنا منه ملف دائري. أول ما مر في السلك ده تيار نشأ عنه مجال مغناطيسي. أنا بقى عايز أعرف شكل المجال عند مدخل ومخرج الملف زي ما احنا شايفين كده دواير دواير متحدة المركز. طبعا بتتزاحم بالقرب من السلك ده في الطرف ده وتتزاحم بالقرب من السلك الآخر في الطرف التاني. أما عند مركزه بتبقى خطوط مستقيمة ومتوازية. كلام جميل. يبقى خلاص احنا عرفنا ان الملف الدائري ليه وجهين، واحد فيهم شمالي والتاني جنوبي، وبذكركم تاني واحد فيهم شمالي والتاني جنوبي زي ما احنا شايفين كده معانا. طيب انا عايز اعرف بقى مين فيهم القطب الشمالي ومين فيهم القطب الجنوبي. قلنا عندنا ثلاث قواعد ممكن اعرف بيهم قطبية الملف. اول قاعدة اسمها قاعدة عقارب الساعة. بتقول لنا ايه بقى قاعدة عقارب الساعة؟ بتقول لنا لو انا كان معايا ملف دائري زي اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب انا عايز اعرف لو كان التيار مع عقارب الساعة في الملف، يبقى احنا نيجي كده ونبص لوجه الملف. لو احنا بصين من الوجه ده دلوقتي، لو كان التيار ماشي مع حركة صبع ده، بالنسبة لكم قيمته مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ طبعا ده مع عقارب الساعة، يبقى الوجه ده قطب جنوبي ويبقى الوجه الاخر قطب شمالي. يبقى القاعده بتاعت عقارب الساعه بتقول لنا ايه؟ انظر لوجه الملف، فاذا كان اتجاه التيار فيه مع عقارب الساعه كان هذا الوجه قطبا. ايوه كان هذا الوجه قطب ايه بقى؟ جنوبي. واذا كان عكس يبقى شمالي. وعشان نتذكر القاعده وما ننساهاش احنا ممكن نمثلها بالمنظر ده. يلا اذا كان اتجاه التيار اهو ادي قدامي ملف اهوت، وكان اتجاه التيار بالمنظر ده عايزين نعرف بقى مين فيهم الشمالي ومين فيهم الجنوبي. التيار دلوقتي زي ما احنا شايفين مع عقارب الساعة، يبقى هذا الوجه قطب ايه؟ اس، والوجه التاني هيبقى ان.
ادي الملف قدامنا اهوت. لو كان اتجاه التيار مع عقارب الساعه يبقى بتقول لنا ايه بقى القاعده دي؟ بص لوجه الملف، اذا كان اتجاه التيار فيه مع اهو كده مع عقارب الساعه يبقى الوجه ده كان قطب جنوبي. طب لو كان اتجاه التيار عكس عقارب الساعه، اهو اكننا باصين من الوجه اللي قدامنا ده اهو. لو كان التيار عكس عقارب الساعه بالمنظر ده، اهو مش كده، يبقى عكس عقارب الساعه يبقى الوجه ده قطب ايه؟ ايوه يبقى الوجه ده قطب شمالي اهو كده، عكس عقارب الساعه اهو بالمنظر ده، يبقى الوجه ده ايه دلوقتي؟ شمالي. يبقى من الاخر كده عشان نحدد قطبيه الملف، اول قاعده قاعده عقارب الساعه واحنا قلنا. طيب تاني قاعده يلا بينا كده لما نشوفها بتقول لنا ايه؟ شكل خطوط المجال طبعا زي ما احنا اتفقنا وقلناها. ها تاني قاعدة عايزين نعرف بيها قطبية الملف، قاعدة البريمة الايه؟ قاعدة البريمة اليمنى. قاعدة البريمة اليمنى من الآخر كده للعالم اسمه ماكسويل. علشان نحدد بيها اتجاه المجال المغناطيسي. اهي قاعة عقارب الساعة زي ما احنا متفقين، زي ما احنا قلنا ننظر لأحد وجهي الملف، إذا كان اتجاه التيار فيه مع عقارب الساعة يبقى كان الوجه ده قطب جنوبي، عكس عقارب الساعة كان الوجه ده قطب إيه؟ قطب شمالي. قاعدة البريمة اليمنى عشان نطبقها نيجي كده عند مركز الملف الدائري اللي قدامنا ده، ونيجي عند مركزه وندور بريمة يمنى، أكننا كده بندور بريمة يمنى وكان ده اتجاه التيار. يبقى لو أنا عند المركز ودورت البريمة اليمنى مع اتجاه التيار، يعني إيه بريمة يمنى؟ بتدور ناحية اليمين. كان اتجاه دورانها مع اتجاه التيار يبقى يشير اتجاه اندفاعها لاتجاه المجال. يبقى انا عرفت دلوقتي الوجه اللي ورا ده شمالي والوجه اللي قدام ده قطب جنوبي، ولازم طبعا نعرف نص القاعده اللي بنحدد بيها اتجاه المجال. طب انا دلوقتي عايز اعرف برضو في قاعده ثالثه، ايوه اسمها قاعده امبير لليد اليمنى. بس من الاخر كده احنا كنا اخدناها في السلك المستقيم، كنت بقول لو ده سلك مستقيم وكان ده اتجاه التيار كان ده اتجاه المجال حوالين السلك. طب لو عايز اطبقها على الملف الدائري نعمل ايه؟ طيب بصوا كده بقى معايا اهو، ده ملف دائري دلوقتي. نتخيل ان التيار ماشي كده، انا عايز اعرف مين فيهم الوجه الشمالي ومين فيهم الوجه الجنوبي، اعمل ايه؟ تعالى كده خلي صوابعك دي، خد بالك قاعده امبير لليد اليمنى في السلك المستقيم عكس الملف الدائري والحلزوني. يعني في السلك المستقيم كان ده تيار يبقى ده مجال، ده في السلك المستقيم. اما في الملف الدائري العكس بقى، ده هو اللي طيار، صوابع هي اللي طيار، والابهام هو المجال. يلا بينا كمان نحدد، يلا هقول تاني، يلا ده طيار يبقى ده مجال، يبقى اكيد اللي ورا قطب شمالي واللي قدام ده قطب جنوبي. اقول تاني، تعالى كده على وش الملف وقول ايه، يلا مش ده الملف، الطيار لو ماشي كده يبقى نقول ايه القاعده تاني؟ ده طيار يبقى ده مجال، يبقى الوجه اللي ورا ده هو الشمالي والوجه اللي قدام ده الجنوبي. يبقى من الاخر كده، من الاخر الملف الدائري بنحدد اتجاه مجاله عمليا ونظريا. عمليا ممكن ببوصله فتشاور على طول اتجاه المجال، اما نظريا اخدنا لها ثلاث قواعد. اول قاعده قلناها قاعده عقارب الساعه، ثاني قاعده قلنا قاعده البريمه اليمنى للعالم ماكسويل، ثالث قاعده امبير لليد اليمنى. بس استنى، في الملفات عكس السلك المستقيم لازم نركز في الملحوظه دي كويس قوي. طب من الاخر كده انا عايز احسب كثافه الفيض عند مركز الملف الدائري ده. نتخيل ان انا دلوقتي عند ملف دائري بيمر فيه تيار، هيتولد عند المركز مجال، انا عايز احسب كثافته. طب ليه يا مستر انت قلت عايز تحسب كثافه الفيض المغناطيسي عند مركز الملف، ليه مش عند اي نقطه؟
علشان طبعا يا جماعة عند مركز الملف بيكون المجال منتظم، يعني تكون الخطوط مستقيمة متوازية، فكثافة الفيض عند أي نقطة عند المركز بتبقى ثابتة. بقول تاني، عايزين نجيب لي كثافة الفيض عند المركز مش عند أي نقطة خارج الملف. أصل عند مركز الملف الدائري ده عند المركز بنلاقي على طول الخط اللي بيمر بالمركز كثافة الفيض ثابتة، فليها قيمة واحدة، فممكن أحط لها قانون واحد يحكمني. إنما خارج الملف عند أي نقطة كثافة الفيض ليها قيم مختلفة. طيب لو أنا قلت لحضراتكم دلوقتي أنا عايز أحسب كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري، أول حاجة إيه رأيك لو أنا زودت عدد لفات الملف؟ أكيد أكيد كل ما زاد عدد اللفات كل ما كثافة الفيض الناتجة زادت. ليه؟ أصل كل لفة بينشأ عنها مجال عند المركز، فبالتالي بيزيد عدد اللفات كثافة الفيض هتزيد، وده أول عامل زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طب تاني عامل ايه رأيك لو انا زودت شدة التيار اللي ماشية في الملف؟ لو انا زودت شدة التيار والله كثافة الفيض هتزيد. تفتكروا الكلمة اللي انا قلتها لكم الحلقة اللي فاتت، المجال خيال التيار، من الاخر كده زي الواحد وخياله، لو انت مشيت خيالك هيمشي معاك، ولا ينفع تقوم وتسيب خيالك قاعد؟ طبعا ده ما يحصلش. يبقى من الاخر كده لو زاد شدة التيار اللي ماشي في الملف المجال اللي ناشئ عنه هيزيد، طب لو قل التيار المجال هيقل، طب لو انعدم التيار المجال هينعدم. يبقى من الاخر علاقة ما بين البي والاي علاقة طردية، وده تاني عامل زي ما احنا شايفين قدامنا كده. العلاقة بين البي والاي طردي. تالت عامل ايه رأيكم لو انا كان عندي ملف كبير زي ده في نصف القطر، ملف زي ده كده نصف قطره، شايف قد ايه؟ نتخيل ان نصف قطره وليكن 10 سنتي، حلو، وملف تاني نصف قطره 2 سنتي. وما تقلقش، بص عشان ما حدش يبقى ليه حجة، عدد لفات ده 10 لفات وعدد لفات ده 10 لفات برضو، يعني لان هي ده بيمر فيه 10 امبير، يبقى احنا ثبتنا شدة التيار، وده بيمر فيه 10 امبير، ما تقلقش برضو، يبقى نفس التيار، يبقى الان والاي ثابت. طيب تخيلوا بقى مين اللي هيرمي عند المركز فيض اكتر، اللي نصف قطره صغير ولا اللي نصف قطره كبير؟ ايوه انا سامع الناس بتقول ايه، كل ما كان نصف القطر اصغر كل ما الكثافة عند المركز والله زادت. لان يا جماعة الحواف بتاعت الملف، بصوا كده الملف اللي معايا ده، كل ما الحواف بتاعت الملف دي قربت من المركز يعني من الاخر كده بالبلدي، كل ما صغر نصف القطر كل ما كان تأثير المجال عند المركز اكبر. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي على العلاقة ما بين البي والار، كل ما الار زادت كل ما البي قلت، وكل ما نصف القطر قل كل ما كثافة الفيض زادت. يبقى باين من كلامي دلوقتي ان العلاقة ما بين البي اللي هي كثافة الفيض والار علاقة عكسية. طب نقول تاني كده مع بعض، نقول تاني العلاقة بين البي والان طردي، العلاقة ما بين البي والاي طردي، العلاقة ما بين البي والار علاقة عكسية. طب ما تيجوا يلا بينا كده نحط الثلاث علاقات دهومت في قانون واحد. اذا هنلاحظ ايه؟ البي تتناسب مع الان في البسط ولا في المقام؟ في البسط، والاي في البسط، والار في البسط، وعشان اشيل التناسب ده واحط يساوي لازم اضرب في مقدار ثابت زي ما احنا متفقين. طيب يلا بينا كده لما نشيلها ونحط مقدار ثابت اهو، تاني بقول تاني اهو، البي طردي مع الان والاي والار تحت في المقام، عشان اشيل التناسب زي ما اتفقنا لازم احط كونست، ادي البي زي ما هي بتساوي كونست ان اي على ار. عارفين المقدار الثابت هنا بيساوي ايه؟ العلماء قالوا هل لو كان الوسط هواء زي
ما لو انا رحت جايب عند مركز الملف كده ادي قلب حديدي، حديد مطاوع مثلا، ورحت لافف حوالين الملف بالمنظر ده كده اهو، ده ملف دائري على فكرة. طب قلبه مصنوع من الحديد المطاوع زي ما احنا شايفين، اه ده مثال يعني، قلبه مصنوع من الحديد المطاوع. طب لو شلت القلب الحديدي هيبقى الملف الدائري دلوقتي دوت قلبه هوائي. هل لو كان حديد فيه حديد مطاوع هيبقى نفس الحالة لو كان فيه هواء؟ اكيد لو الوسط اتغير، ها اكيد اكيد كثافة الفتحة تتغير. يبقى لازم لازم يكون في عامل عندنا بيحدد نوع الوسط اللي الملف ملفوف حواليه، واحنا سميناه معامل النفاذية المغناطيسية. يبقى المقدار الثابت هنا هو معامل النفاذية المغناطيسية، بس المقدار الثابت ككل العلماء قالوا لنا عليه بالتجربة العملية وجد ان هو رمزنا له برمز ميو على 2، ان في البسط، الاي في البسط، الار في المقام تحت. مين الميو ده؟ احنا قلناه قبل كده اسمه ايه؟ معامل النفاذية المغناطيسية للوسط. تاني، الميو ده هو معامل النفاذية المغناطيسية للوسط، وطبعا زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان ده مقدار ثابت للوسط الواحد. في الهواء الميو للهواء باربعة باي اهو، يبقى ده اسمه معامل النفاذية الايه؟ المغناطيسية. والميو في الهواء بيساوي 4 باي في 10 أس سالب 7. طب أنا عايز أطلع لها وحدة قياس، وإحنا اتفقنا إن وحدة قياس معامل النفاذية من أهم وحدات القياس اللي موجودة عندك في المنهج. يلا بينا كده نشوف هنطلع إزاي وحدة قياس. طيب هو البي ده اهي لو ضربتها في الار، مش انا عايز اجيب الميو لوحدها في طرف؟ اه. طب يلا كمان جيبها، يبقى لازم اضرب البي في تو ار على ان اي. بقول تاني، الميو لو عايز اجيبه لوحده في طرف هقول ايه؟ يلا بتساوي ايه؟ انا دلوقتي بحاول اطلع وحدة قياس، هتساوي يلا بي في تو ار على ان اي. والله من هنا ممكن اطلع وحدة قياس دلوقتي، البي دي اللي هو كثافة الفيض، وحدة قياسها التسلا. الار ده نصف القطر بالمتر، الان ملوش وحدة، الاي بالامبير، يبقى دلوقتي ممكن اطلع لها وحدة تسلا في متر على امبير. صح ولا غلط؟ كلام جميل. طيب هل انا ممكن اشيل الميو ده اهي، او اشيل التسلا دي واحط مكانها الوحدة المكافئة اللي احنا متعودين عليها اللي هي مين؟ ويبر على متر مربع. صح ولا غلط؟ يبقى انا دلوقتي شلت التسلا، كتبت مكانها ويبر على متر مربع، والمتر ده في البسط والامبير ده في المقام تحت. يلا هنطير المتر مع التربيع، هيتبقى ايه؟ ويبر على امبير في المتر، هيتبقى ويبر على امبير في المتر. يبقى معامل النفاذيه ليه كام وحده؟ والله ليه وحدتين، ادي وحده لتسلا في متر على امبير، وادي تاني وحده اللي هي ايه؟ ويبر على امبير في المتر. ومعامل النفاذيه طبعا يا جماعه من الوحدات المهمه جدا الخطيره جدا في منهجنا اللي لازم ناخد بالنا منها. طيب كلام جميل جدا، يلا بينا كام نكمل هاي الملحوظات بتاعتنا على القانون، بس نبقى فاهمينه بقى. البي بتساوي ايه؟ البي بتساوي ايه؟ ميو ان اي على 2 ار، وده بنجيب بيه كثافه الفيض فين بالظبط الملف الدائري؟ عند مركزه، عند مركز الملف الدائري، عشان الفيض بيبقى او كثافه الفيض بتبقى منتظمه. طيب كلام جميل جدا، وده القانون اللي احنا استنتجناه حالا. وادي الميو اللي هو معامل النفاذيه، وفي الهواء ب 4 باي في 10 وسالب 7، وده طبعا مقدار ثابت في الهواء. يلا بينا كده لما نشوف الجزئيه اللي بعد كده. طبعا تحديد اتجاه المجال احنا شرحناه حالا دلوقتي، وقلنا عمليا بالبوصله ونظريا بالثلاث قواعد، قاعده عقارب الساعه وفهمناها، قاعده البريمه اليمنى لماكسويل واتكلمنا عنها. البريمه يا جماعه اللي هو المسمار الالووز، عارفينه مسمار البورما ده. طيب واتكلمنا على تطبيق قاعده امبير اليمنى، وقلنا هي عكس السلك المستقيم تماما،
وطبقناها مع بعض. والمجال المغناطيسي على فكرة للملف الدائري يشبه قرص مصمت. يعني ايه قرص مصمت؟ من الاخر كده، الملف اللي قدامنا ده طويل ولا قصير؟ قصير. ده هو زي العملة المعدنية بالظبط، ليه وجهين. بيقولوا عليه ان المجال بتاعه يكافئ المجال الناشئ عن ثنائي قطب مغناطيسي. ليه ثنائي قطب؟ لان ليه قطبين مغناطيسي، اسمه ثنائي القطب الايه المغناطيسي، عشان انا عندي قطبين شمالي وجنوب، وعرفنا ازاي بنحددهم بالقواعد بتاعتنا. كلام جميل جدا. ما تيجي يلا بينا كمان نشوف ملحوظات عند حل المسائل عشان تفيدنا ان شاء الله واحنا جايين نشتغل. من الاخر كده دلوقتي، لو انا رحت قايل لحضراتكم السلك ده دلوقتي وهو مفرود كان طوله مثلا متر، حلو، لو انا رحت عامل منه لفة واحدة، اللفة دي طولها مش هو المحيط؟ بقول تاني كانت اديت لك الطول وهو مفرود، طول السلك هو مفرود 1 متر، لما عملت منه لفة واحدة، دلوقتي اللفة دي مش طولها طول اللفة هو يعتبر محيط الدايرة؟ طبعا انا هدي لك نصف قطر الدايرة، نصف قطر الملف الدائري. تعرف تجيب لي دلوقتي طول المحيط؟ طبعا. يعني احنا نقصد للمرة التالتة، بقول تاني اهو، يعني انا اقصد لما كان السلك مفروض زي ما احنا شايفين كده اديت لك طوله، يبقى اديت لك الطول وهو مفروض بالمنظر ده، اديت لك ال ده طوله وهو مفروض. كلام جميل جدا اهو. طيب وبعدين انا عملت منه ملف دائري، اديت لك نصف قطره، يلا يبقى نصف قطره ار اهو، نصف قطره ار. تعرف تجيب لي عدد لفاته؟ مش هي لفه واحده؟ طيب نجيبها ازاي؟ تروح تقول لي اصل الطول يا مستر عباره عن ال عباره عن محيط الدايره، محيط الدايره بيساوي ايه؟ 2 باي ار. طيب انا عملت منه كام لفه؟ لفه واحده، يعني واحد في 2 باي ار. طب ايه رايكم لو انا كنت عملت منه لفتين؟ يعني ايه؟ يعني بدل ما هو هاي الطول بالمنظر ده، انا ما عملتوش بقى منه لفه واحده، انا رحت عامل منه ايه؟ ادي لفه وادي الثانيه. دلوقتي يا جماعه دول هاي يلا لفتين اهم، اهو الطول كله اهوت، كان في لفه واحده اهو، ادي لفه وادي الثانيه اهي. يبقى مين يقول لي بقى لو انا عايز اعرف الطول دلوقتي عباره عن ايه؟ واحد يروح يقول لي الطول يا مستر عباره عن ال ده اهو، الطول اللي انت عملته عباره عن ال. انا عندي 2 باي ار، بس عندي كام 2 باي ار؟ انا عندي 2 2 باي ار. يعني في كل مره لما عدد اللفات يتغير هتلاقي نفسك بتضرب في الحته دي في عدد اللفات، يبقى انا عندي في الحاله دي 2 2 باي ار، وهكذا بقى. لو عملت منه 3 لفات يبقى الطول كله بقى عباره عن 3 2 باي ار، يبقى انا في كل مره بضرب في عدد الايه؟ اضرب في عدد اللفات. يعني ممكن بدل ما اقول بقى 2 و3 و4، لا بقى انا اشيل الاثنين ديت واكتب ان اللي هي عدد الايه؟ ايوه اللي هي عدد اللفات اهو، يبقى اضرب دايما في ان، حيث ان ان هو عدد اللفات. طب لو عايز اجيب عدد اللفات بقى هيبقى ايه؟ طول السلك وهو مفرود على محيط اللفه الواحده اللي هو 2 باي ار. مين الار ده؟ النق بتاع اللف اللي هو يعتبر النق بتاع الملف كله، ملفاته منتظمه كلها. ده لو انا عايز اجيب عدد لفاته، يبقى بمعلومية طوله وهو مفرود. طب ايه رأيكم بقى لو في المسألة جابها لي مرسومة بالشكل ده، قال لنا ده كان ملف دائري بس بينه وبينكم بقى اللفة مش مكتملة. يعني ايه بقى اللفة مش مكتملة؟ يعني الطير كان داخل من هنا كده،
الاختيار كان داخل من هنا كده طبعا، مشي كده 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 اهو، التيار مشي كده 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 وخرج من هنا. وقال لنا علما بأن الزاوية دي كانت 90 درجة. دي 90 درجة، معنى الكلام ده لما دي تكون 90 درجة يبقى التيار لما مشي مشي 3/4 اللفة. اه يبقى عدد اللفات كام؟ 3/4 بس كده. اه يبقى عدد اللفات فعلا اعوض عنها ب3/4، يبقى الان هنا ب3/4، اكن كان معايا رغيف عيش كلت ربعه، اتبقى 3/4 ده اللي هيمشي في الطياره بس يا جماعه. ده الكلام ده لو كانت عدد اللفات او كان الملف بيحتوي على اقل من ايه، اه اقل من لفه. وطبعا في قانون ممكن احسب بيه عدد اللفات، لو كانت اللفه مش مكتمله اروح اجيب الزاويه اللي بيصنعها السلك. يعني ايه الزاويه اللي بيصنعها السلك؟ يعني من الاخر كده الزاويه دي مش 90 درجه، الزاويه الخارجيه دي هتبقى 270 صح؟ هات الزاويه اللي بره اللي 270 واقسمها على الزاويه المركزيه كلها اللي هي 360، والله يطلع لك 3/4، يعني يطلع لك 3/4 لفه برضه. يبقى لو كان بيحتوي على اقل من لفه مفيش مشكله، هات الزاويه الخارجيه وبعدين اقسمها على الزاويه المركزيه كلها اللي هي 300 وايه 360. طبعا نشوف بقى الناس ها هتتابع معانا في المثال ده ولا لا. طب ايه رايكم بقى لو رحت اعمل كده؟ معلش هو الملف مش منتظم قوي عشان بس التحكم ها بالايه بالقلم اللي معايا مش تمام، بس على قدر الامكان بحاول اوضح الايه الصوره. لو قلت لكم ان الزاويه دهيت 30 درجه، حد يعرف يجيب لي هما كام لفه؟ الملف ده قد ايه او الان بتاعته بكام؟ اه احنا اتفقنا نعمل ايه؟ نجيب الزاويه اللي بره، نجيب الزاويه اللي بره ده هتبقى كام؟ ايوه انا سامع الناس بيقولوا مش دي 30، اطرح من 360 يبقى كلها 330. اقسم بقى كده ال 330 على ال 360 كله وشوف هيطلع لك كام. ادي الان يا جماعه. يبقى لو كان بيحتوي على اقل من لفه ما هوش فارق، الموضوع بسيط ابسط ما يكون. تمام؟ طيب ما تيجوا يلا بينا بعد ما عرفنا الملحوظه بتاعت عدد اللفات نشوف الملحوظه اللي بعدها. لو انا كان عندي ملفين دائريين ومتحد المركز، لو كان اتجاه التيارين في اتجاه واحد اكيد اكيد هيبقوا المجالين في اتجاه واحد. يعني لو كان ده ملفين، الملف الاسود ده ملف والاحمر ده ملف اخر، وكانوا الطيارين في نفس الاتجاه، من الاخر لو الطيارين في نفس الاتجاه هيبقى الوشين الخارجيين الوجهين الخارجيين اللي ناحيتنا دول يلا كده نشوف شمالي ولا جنوبي اتجاه التيار فيهم مع عقارب الساعه. يبقى الملف الاسود ده اه القطب الخارجي بتاع اللي لنا على طول دوت هتلاقيه جنوبي. طب الملف الاحمر ده ما هو اتجاه التيار عكس عقارب الساعه برضه، يبقى الوجه اللي احنا باصين له ده قطب جنوبي. من الاخر كده بقى هتلاقي ايه؟ هتلاقي الوجهين، هتلاقي الشماليين مع بعض والجنوبيين مع بعض، من الاخر كده بقى المجالين في نفس الاتجاه. يبقى هنجمعهم عشان نجيب كثافه الفيض الكليه عند المركز المشترك ما بينهم. طيب بالنسبه للملفين التانيين، الملف اه لما يكون بقى اتجاه التيار متعاكسين، يعني واحد بيمر في التيار في اتجاه والتاني بيمر في الاتجاه المضاد. لو احنا عايزين نجيب البي توتال عند المركز هروح نقول البي توتال بتساوي ايه؟ بالكبيره ناقص بالصغيره. يبقى نحسب كثافه الفيض للملف اه الصغير ونحسب كثافه الفيض للملف الكبير وبعد كده نطرح الكبير ناقص الصغير. طب انا هقول لكم ملحوظه مهمه جدا، ايه رايكم في الرسمه اللي قدامنا دي؟ مش الطيارين في نفس الاتجاه؟ فرضا ان الطيار اللي في الملف الخارجي دهوت عكس اتجاهه. يعني ايه عكس اتجاهه؟ اه يعني بدل ما هو ماشي كده مشي كده، مش هو يدينا الحاله دي؟ اه طيب ده رقم واحد. رقم اتنين، ايه رايك لو التيار اللي في الملف الخارجي دهوت ايوه الملف نفسه دار بزاويه 180 درجه، والله ما هو لما يدور بزاويه 180 درجه برضه هيعكس اتجاهه. يبقى بدل ما كان الطيارين في نفس الاتجاه
هيبقوا متعاكسين. وفي الحالة اللي زي دي لو كان عندك ملفين دائريين متداخلين لهم مركز مشترك وكانوا الطيارين في نفس الاتجاه، لو دار احدهما بزاويه 180 لو كنت بتجمع الكثافتين هتطرحه، ولو كانوا الطيارين متعاكسين وفي واحد دار فيهم بزاويه 180 درجه لو كنت بتجمعهم او كنت بتطرحهم هتضطر تجمعهم. ليه؟ من الاخر كده لما يدور احد الملفين بزاويه 180 المجال بيتعكس، فلو كان جمع هيتحول لطرح للكثافتين، ولو كان طرح هيتحول لجمع. دي ملحوظه كنت عايز انبه عليها عشان هنبدا نحل عليها حالا دلوقتي. طيب نشوف الملحوظه اللي بعدها. لو كان عندي سلك وضع مماسا لملف دائري، يلا بينا اما نوضح الموضوع ده علشان الموضوع ده مهم جدا. يعني ايه؟ يعني مثلا ده ملف دائري دلوقتي، حلو، كثافة الفضة عند المركز اهي، ادي المركز اهو، هينشأ عند المركز هنا كثافة فيض نتيجة مرور تيار كهربي في الملف ده، كلام جميل. نجيب سلك مستقيم، ادي سلك مستقيم اهوت، هنرسمه بحيث يمس الملف الدائري. وضع مماسا له سلك مستقيم، وانا عايز اخلي البيتوتال عند المركز هنا بتساوي صفر. من الاخر كده عشان البيتوتال لمين ومين؟ كثافه الفيض بتاعت السلك وكثافه فيض الملف. علشان يبقى عند المركز البيتوتال بتساوي صفر لازم مجال السلك يساوي مجال الملف، يعني لازم البي بتاعت السلك اهو، لازم البي بتاعت السلك عدديا تساوي كثافة الفيض بتاعة الملف، هتساويها في المقدار وتعاكسها في الاتجاه. يعني ايه يا مستر؟ طيب يلا بينا كمان نحدد اتجاه المجال بتاع السلك. فرضا ان ده اتجاه التيار هو طالع لفوق، مش المفروض اطبق قاعدة امبير لليد اليمنى تقول لنا ايه؟ يلا بالراحة كده اقبض على السلك بيدك اليمنى. مش ده تيار، يبقى ده مجال، يعني المجال حوالين السلك ماشي كده. لو عايزين نمثله بالرسم يبقى في النقطة أو في المنطقة دي المجال داخل بتاع السلك إكس، يبقى مكان ما المجال دخل إكس، مكان ما هيخرج أعمل نقطة. طيب حلو أوي. طب الملف الدائري نفسه مش دلوقتي من عند المركز من هنا مجال السلك من عند المركز من هنا مجال السلك طالع؟ طب أنا علشان أخلي مجال الملف يعكسه في الاتجاه لازم يبقى مجال الملف إيه؟ داخل. يعني ايه مجال ملف داخل؟ المجال قدامك اهو، الملف الدائري قدامنا اهو. يلا انا نفسي دلوقتي يبقى المجال بتاع الملف ده داخل بالراحه كده اهو، بنوضحه. يلا تاني، انا نفسي يبقى اللي جوه ده شمالي، يبقى لازم التيار يبقى ماشي كده، لازم التيار يبقى ماشي في الاتجاه ده في الملف اللي قدامنا. بقول تاني، انا عايز مجال الملف يعاكس مجال السلك. لو فرضا ده سلك مستقيم دلوقتي، انا عايز اعرف عند المركز هنا مجال السلك رايح فين؟ مش ده تيار، يبقى ده مجال، يبقى مجال السلك من عند المركز طالع ناحيتي، المفروض مجال الملف يبقى رايح ناحية حضرتكم، لازم المجال بتاع الملف يبقى داخل ناحية حضرتك. يبقى دلوقتي معنى الكلام ده ان التيار اللي ماشي في الملف انا عشان يبقى ده شمال لازم يبقى ده تيار، يبقى لازم التيار يبقى ماشي في الملف في الاتجاه ده. اقول تاني بقى على الرسم، يلا بينا كده على الرسم. انا علشان اخلي مجال الايه السلك يعاكس مجال الملف، مش ده مجال السلك داخل من هنا وخارج من هنا، المفروض بقى يكون التيار اللي ماشي في الملف ماشي ازاي؟ يكون ماشي في الاتجاه ده اهو، علشان يبقى المجال بتاع الملف داخل، عشان يبقى الملف مجال الملف في داخل. يعني ده يعني داخل بنمثله باكس ولا نقطه؟ بنمثله باكس. يعني معنى الكلام ده مجال السلك بيعاكس مجال مين؟ بيعاكس مجال الملف اهو، انا هعمله بلون مخالف عشان نبقى عارفين الفرق ما بينهم. يبقى مجال الملف اللي هو باللون الاحمر، مجال السلك اللي هو باللون الاسود، يبقى دلوقتي كده المجالين متعاكسين صح؟
تمام. ولو الكثافتين بيساووا بعض البي تطلع عند المركز اوتوماتيك هتساوي صفر. طب ما تيجي كده اما نعوض في القانون ده، البي بتاعت السلك بتساوي ايه؟ كثافة الفيض عند مركز الملف. حلو، بس النشاء عن السلك مش الفيض بتاع السلك هيمشي هيمشي المسافة دي كلها؟ مش ده نصف القطر بتاع الملف؟ والله هو الدي بعد السلك عن المركز. من الاخر لو انا عايز اكتب قانون الملف الدائري السلك المستقيم اسف هقول ايه؟ ميو اي على 2 باي دي. طيب لو انا عايز اكتب قانون كثافه الفضل للملف الدائري لسه واخدينها، ميو ان اي على 2 ار. يلا بينا كام نشوف فيه اختصارات ما بين الطرفين ولا ما فيش. الميو مع الميو، ما هو السلك والملف في الهواء سوا، يعني ايه الوسط هواء، فهطيرهم مع بعض. اطير الاثنين مع الاثنين، خد بالك بقى من الملحوظه اللي جايه دي. الار هي الدي. ليه؟ لانه ممثل للملف الدائري، فهتكون مسافه نصف القطر هي البعد العمودي ما بين السلك ومركز الملف. هيتبقى ايه؟ اي على باي للسلك المستقيم هنسميها اي 1 مثلا، ده الكلام ده في حاله السلك المستقيم، بتساوي ان اي 2 للملف الدائري. اي على باي للمستقيم بتساوي ان اي دائري، وشكرا، دي العلاقه اللي ما بينهم. طب في ملحوظه انا هنبه عليها علشان الناس ما تغلطش، ايه رايكم لو كان الرسمه بالمنظر ده، الملف الدائري كان كده وكان السلك المستقيم كده؟ ردوا عليا قولوا لي كده كثافه الفيض عند المركز ممكن تنعدم ولا مش ممكن؟ طبعا، طالما المجالين متعاكسين ولو تساوى في المقدار هتنعدم. بس هل هنا هيجي لنا جراءه نطير الار مع الدي؟ لا والله. هو من ار منين لمنين؟ نصف قطر الملف منين لمنين؟ نصف قطر الملف من هنا لهنا. طب لو قلت لك المسافه دي ب 4 سنتي والمسافه دي كلها 10 سنتي، حد يعرف يقول له الار بكام؟ الار ب 4. طب ودي ب 14، المسافه كلها ب 14، يبقى نعمل ايه؟ من الاخر لو في الحاله زي دي نروح نعوض عادي خالص، الاي 1 على باي، مش مسموح لك تطير الدي مع الار، اكتب الدي زي ما هي، هتساوي الاي 2 اللي هو الان اي 2 اهي بتاعت الملف الدائري، واقسم على الار. ما ينفعش تطير الار مع الدي، نكتبها زي ما هي. خد بالك من الملحوظه دي بقى كده على جنب، خد بالك من الملحوظه دي. اعتقد كده احنا اتمينا شرح الجزئيه دي لو كان في سلك ممثل لملف دائري. طب لو انا كان عندي ملفين دائريين متعامدين، من الاخر لو الملفين متعامدين المجالين هما كمان متعامدين، وطبق عليهم نظريه فيثاغورس عشان تجيب البي توتال. ويمكن احنا قلنا الملحوظه ديت قبل كده في السلك المستقيم. المسار الدائري، ها نشوف كده، للالكترون حول النواه. طبعا الالكترون وهو بيدور حول النواه بيعمل مسار دائري. طب تتوقعوا كده هينشا عند المركز مجال ولا مش هينشا؟ طبعا، ما هو اي تيار بينشا عنه مجال. فلو قلت لكم انا عايز اجيب كثافه الفيض الناشئ عند مركز هي دوران مثلا الكترون ذره الهيدروجين حوالين النواه، انا عايز اجيب كثافه الفيض الناشئ عن هذا الالكترون، نعمل ايه؟ بالراحه كده نشوف. هي شده التيار الاول بتساوي شحنه الالكترون نفسه في عدد الدورات في الثانيه. من الاخر كده الاي بتساوي الاي اللي هي الشحنه مضروبه في النيو، وانا بدي لك في المساله عدد الدورات في الثانيه. هقول لك مثلا عمل وليكن 5.5 × 10^16 دوره في الثانيه، يبقى اديت لك كده النيو اللي هو عدد الدورات في الثانيه. وشحنه الالكترون بتاع شحنه الالكترون نفسها رقم ثابت، نكتبها، يبقى انا كده جبت شده التيار. واروح اعوض في قانون البي للملف الدائري عادي خالص. هو طبعا في المساله بيدي لك نصف قطر الملف الدائري
وانت طبعا عرفت عدد اللفات كلها تبقى بكام؟ تبقى بواحد. ده الكلام دوت لو انا عايز اتكلم على ايه؟ كثافة الفيض الناشئة عن دوران الالكترون حول نواة ذرة الهيدروجين. هناخد ذرة الهيدروجين ليه؟ لانها ابسط الذرات يعني. طيب كلام جميل جدا. يلا بينا كده لما نشوف الايه؟ النقطة اللي بعدها. مسألة، والمسألة يا جماعة علشان نبقى فاهمين لازم الأول نظبط المعطيات بتاعتنا علشان نعرف نوصل للناتج بسهولة. نعمل ايه؟ الناس بقى تشغل كده معايا الآلة الحاسبة. بيقول لنا في المسألة ملفان دائريان متحدة المركز وفي مستوى واحد. حلو. الأول كان بيمر، كان نصف قطره 40 سنتي وعدد لفاته 300. وبنيجي كده بالراحة وروح قايلين ايه؟ اهو نصف قطره الار بتاعته، ده بتاعت الملف الاول، 40 سنتي. وعدد لفاته اللي هو الان 1 كام؟ 300 لفه. بالعربي كده ماشي. وكان بيمر بيه تيار شدته 10 امبير. حلو. يعني الاي 1 بتساوي 10 امبير. وبعدين والملف الثاني 30، نصف قطره 30. يبقى نكتب كده بيانات الملف الثاني كده بالراحه. ده كله كان خاص بالملف الاول. نصف قطره الار 1 بتاعته، هي الار 2 اسف، الار 2 ب 30 سنتي، والان 2 ب 400، وبيمر فيه تيار شدته 6 امبير. 400 لفه، والتيار اللي ماشي فيه اللي هو الاي 2 قدره كام؟ 6 امبير. من الاخر كده بقى كان الطيارين في اتجاه واحد. شوف بيقول لنا ايه؟ وكان الطيارين ويمر به تيار شدود 6 امبير وفي نفس الاتجاه بتاع التيار الملف الاول. انا عايز اجيب البي توتال عند مركز الملفين في الحاله دي. الموضوع ابسط ما يكون. نعمل ايه؟ نجيب البي بتاعت الملف الاول. من المعطيات دي ممكن نحسب كثافه الفيض. من المعطيات دي اجيب البي 1. طبعا البي 1 بتساوي ايه؟ يلا هي ميو، حفظنا القانون لسه؟ يبقى ميو ميو ان اي على 2 ار، بس الملف هون الاول. وبالتالي اروح بقى اعوض عادي خالص، يبقى هقول ايه؟ 4 باي في 10 وسالب 7. انا بدالك في المساله الميو الان 1 ب 300، الاي 1 ب 10 على 2 ار 2. الار لازم يبقى بالمتر، مش ده 40 سنتي اقسم على 100، اضرب في 10 وسالب 2. اهم حاجه تبقى بالمتر. هتبقى بكام بقى؟ تبقى ب 4 من 10. يبقى هتطلع 4 من 10. اطلع الناتج ويبقى البي 1 زي ما يكون بقى. يبقى الناس تشتغل الاله الحاسبه وتطلع لي البي 1. طيب البي 2 نفس الكلام برضو. يلا كده نرجع كده مع بعض نعملها ازاي. اطلع من المعطيات دي البي 2. يبقى البي 2 بتساوي 4 باي في 10 اس سالب 7، الان ب 400، الاي ب 6 على 2 ار 2. طبعا لازم ده يبقى النصف القطر بالمتر، يبقى 3 من 10 متر. اطلع الناتج وتبقى وحده قياس التسلا. دايما كده وحده قياس التسلا. ونشوف بقى، مش كانوا الطيارين في اتجاه واحد؟ اتفقنا بنعمل ايه؟ بنجمع الكثافتين. حلو. يبقى اول مطلوب انا عايز اجيب البي توتال لما يكونوا الطيارين في اتجاه واحد. خلاص يبقى اول نقطه الف، يبقى هجمع الكثافتين، اطلع بي 1 واطلع بي 2 واجمعهم. طب عندما يدور احد الملفين بزاويه 99 درجه، خلاص
نجيب البي توتال ازاي بنظريه فيثاغورس. حلو، يبقى المطلوب رقم الف، الناس اللي بتتابع معايا، المطلوب رقم الف نروح جايبين البي توتال ازاي. البي توتال اجمع بي 1 زائد بي 2 اللي احنا طلعناه، ده المطلوب الاولاني. طب المطلوب الثاني نشغل عليهم في فيثاغورس، البي توتال بتساوي ايه؟ جذر بي 1 تربيع زائد البي 2 تربيع، ونطلع النواتج. طيب المطلوب الاخير بيقول لنا ايه في المساله؟ عندما يدور احد الملفين بزاويه 180 درجه. احنا قلنا الملحوظه دي، هما كانوا بيتجمعوا في الاول، مش كانوا طايرين في اتجاه واحد؟ طب لما يدور احدهم بزاويه 180 هيبقوا الطيارين متعاكسين في الحاله اللي زي دي، واروح اقول البي توتال بتساوي ايه؟ بالكبيره ناقص بالصغيره. طبعا احنا هنطلع النواتج ونبقى فاهمين بقى وشايفين مين الكبير ومين الصغير. ها نروح نعمل ايه بقى في المطلوب الاخير؟ البي توتال نطلعها ازاي؟ هنروح نقول بي الكبيره ناقص بالايه؟ بالصغير، وزي ما يطلع معانا بقى الارقام. تمام يا جماعه؟ ادي المساله اللي على الملف الايه؟ الدائري. يلا بينا كده نتكلم على شكل المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار كهربي في ملف حلزوني. طب يعني ايه ملف حلزوني؟ تاني بصوا، لما كان سلك مستقيم لو لفيناه على نفسه بالشكل ده بالشكل ده، دلوقتي بقى ملف دائري. طب لما نبعد لفته عن بعضها بانتظام هيصبح ملف حلزوني، زي الحلزون كده بتاع الكراسه. السلك اللولبي اللي في الكراسه دلوقتي ده يا جماعه دلوقتي ملف ايه؟ ملف حلزوني. لو مر في ملف الحلزون ده تيار هينشا عنه مجال. يلا بينا لما نعرف شكل المجال ايه. يبقى لازم نعمل تجربه. التجربه اللي قدامنا اللي احنا شايفينها دي، جبنا ملف يعني سلك ولفيناه على شكل ملف حلزوني، ووصلنا الطرفين بتوعه ببطاريه، هيمر تيار كهربي في الملف فينشا عنه مجال. عشان اشوف شكل المجال هنصر براده حديد زي ما احنا اخدنا قبل كده، فالبراده تاخد شكل المجال بتاع الملف. طب عموما هو الملف ده لو عايز اعرف شكل المجال خارج الملف بيكون اتجاه التيار. شايفين التيار ماشي طالع لفوق ازاي؟ المجال بقى بيخرج دايما من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، دايما خارج الملف من القطب الشمالي للقطب الجنوبي. طب داخل الملف بيبقى عند محوره على شكل خطوط مستقيمه ومتوازيه. تاني، داخل الملف بيبقى خطوط مستقيمه متوازيه وكمان بيتوازي محوره. طيب خارج الملف بيشبه المجال المغناطيسي الناشئ عن قضيب مغناطيسي طويل. يعني ايه قضيب مغناطيسي طويل؟ من الاخر كده، الملف الدائري كان زي العمله قضيب مغناطيسي قصير. طب الملف الحلزوني ده قضيب مغناطيسي طويل ليه قطبين، شماله ايه؟ شماله جنوبي. طيب انا دلوقتي عايز اعرف بقى مين فيهم القطب الشمالي ومين فيهم القطب الجنوبي؟ يبقى اكيد في قواعد هنتعلمها، بس قبل ما نعرف قطبيه الملف نستنتج القانون. ايه رايكم؟ ايه العلاقه بين البي والاي؟ اهو عشان اعرف العوامل اللي يتوقف عليها كثافه الفرع عند مركز او عند محور ملف حلزوني او ملف لولبي. طب ليه يا مستر انت بتقول عند المحور بالذات؟ اصل عند المحور الخطوط مستقيمه ومتوازيه فالمجال منتظم ليه قيمه واحده، اقدر احط لها قانون يحكمني. انما لو كان انا عايز اجيب كثافه الفيض المغناطيسي البي، كثافه الفيض بره هنا، هل كثافه الفيض بره هنا زي هنا زي هنا زي هنا، ولا المجال كل مره هيبقى ليه قيم مختلفه؟ كثافه الفيض لها قيم مختلفه، فلازم احط قانون يحكمني عند محور الملف الحلزوني ده. خلاص؟ طيب ما تيجوا يلا بينا لما نتكلم عن العلاقه بين البي والاي. طرد صح؟ طب العلاقه بين البي والان؟ طرد برضه، زود عدد اللفات هتلاقي كل لفه بينشا عنها مجال، فهترمي عند المحور مجال اكتر، فبالتالي كثافه الفيض هتزيد. طيب ايه رايك بقى طول الملف؟ لو انا جبت الملف قصير طوله قصير زي ما احنا شايفين كده، اهو ده ملف حلزون اهوت، في كام لفه ده؟ 3 لفات. طب شوف بقى الملف ده
برضو كام لفة؟ برضو 3 لفات. هل كثافة الفيض عند محور الملف ده؟ هتبقى زي كثافة الفيض عند محور الملف ده؟ محدش يتحجج بالتيار يا جماعة. هنا بيمر تيار قدره 2 امبير وما تقلقش برضه، هنا بيمر 2 امبير. يبقى انا ثبت لك العوامل كلها. هنا الوسط هو الهواء وهنا الوسط هواء برضه. يبقى الاختلاف ما بينهم في الطول، واحد طويل والتاني قصير. هل الطول هنا زي هنا؟ لا والله الطول مختلف. وبالتالي بصوا، كل ما الطول زاد كل ما كثافة الفيض عند المحور قلت، لأن كثافة الفيض هتتوزع على الطول الكبير ده. أما كل ما الطول قل كل ما الفيض اتزاحم في منطقة صغيرة فكثافة الفيض هتزيد. يبقى لو البي قلت، لو الطول قل كثافة الفيض هتزيد. يبقى العلاقة بين البي والال علاقة علاقة ايه؟ عكسية. ويلا بينا لما نحط الثلاث عوامل دول تاني مع بعض في قانون. يلا كده بينا. يبقى ايه العلاقة ما بين البي والاي؟ العلاقة ما بين البي والاي علاقة طردية. طب العلاقة بين البي والان؟ العلاقة ما بين البي والان علاقة طردية. طيب ايه العلاقة ما بين البي والال؟ طول الملف لسه قايلين علاقة عكسية. يلا بينا كده نحط التلات عوامل دهم في قانون واحد. يلا بينا اهو. يبقى البي يتناسب مع الان في الاي على ال. واتفقنا بقى عشان نشيل اليساوي ده لازم نحط مقدار ايه؟ ايوه لازم نحط مقدار ثابت. عارفين هنا المقدار الثابت هنا هو مين؟ هو معامل النافذه المغناطيسيه برضو. ما هو طالع بثلاث ادوار يا جماعه. ايوه اخدناه في السلك المستقيم، واخدناه كمان في الملف الدائري، واخدناه كمان في الملف الحلزوني اهو. هشيل بقى البي ده اهو المقدار الثابت ده واحط مكانه الايه؟ الميو. يبقى قانون شكله عامل ازاي بقى؟ الميو اهي والان زي ما هي والاي زي ما هي والال زي ما هو، ده كله بيساوي البي. من الاخر كده بقى كثافة الفيض ديت بحسب بيها، او القانون ده بحسب بيه كثافة الفيض، بس فين؟ عند محور الملف، عند محوره. لو حد سألك وقال لك ليه بالذات عند المحور مش خارجه؟ اصل عند المحور المجال منتظم ليه قيمة واحدة، لان الخطوط مستقيمة ومتوازية عند المحور. يبقى البي بتساوي ايه؟ ميو ان اي على ال، حيث ان ال دوت طول الملف وليس طول السلك. خد بالك تاني، ال ده طول الملف. يعني لو انا رحت لافف في السلك ده كده، طول الملف منين لمين؟ من المنطقه دي للمنطقه دي. طب طول السلك بقى يا حبيبي لما تفرده ده طول السلك، انما طول ما هو ملفوف ال اللي في القانون ده طول الملف. طول الملف وهو ملفوف، يبقى ال ده طول الملف وهو ملفوف. وركز عشان له مصطلحات مهمه جدا في حل المسائل. طيب كلام جميل جدا، ما تيجي يلا بينا لما نشوف الملحوظه الاخيره برضو على القانون. شايفين البي بتساوي ايه؟ ميو ان اي على ال. طب انتوا عارفين المقدار الان على ال ده هو مين؟ اسمه عدد اللفات لوحده الاطوال. يعني لو افترضنا ان انا معايا سلك طوله 20 متر مثلا، انا عايز اعرف المتر الواحد منه بيحتوي على كام لف. انتوا عارفين الان على ال دي كلها؟ ممكن اشيلها واكتب مكانها اهو الان على ال دهيت. ممكن اشيلها كلها كده 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 واكتب مكانها ان سمول، ان زيرو، ان نود، ايا كان الرمز او التسميه. المهم اسمها ايه الان زيرو دي او الان نود دي؟ اسمها عدد اللفات في وحدة الأطوال. يبقى البي بتساوي ميو ان اي على ال، وتبقى وحدة قياسها لفة لكل متر. اسمها ايه بقى؟ عدد اللفات لوحدة الأطوال. طيب يبقى احنا دلوقتي فهمنا القانون وعرفنا جه منين، ويلا بينا لما نتكلم على تحديد قطبية الملف الحلزوني. والله احنا اخدناها قبل كده، مش احنا اخدنا قبل كده ازاي نحدد قطبية الملف؟ يعني مين الشمال ومين الجنوبي؟ ممكن عمليا ببوصلة
حط بوصلة عند محور الملف، هتشاور مباشرة مباشرة لاتجاه الايه؟ لاتجاه المجال. حط بوصلة عند محور الملف. يلا بينا كمان نشوف ازاي. برضو هنمثلها عشان برضو الناس تبقى متابعة معايا. لو قلت لكم ده قلب من الحديد المطاوع اهو، والناس تتعلم بقى الرسمة بتاعت الملف، هيطلب مننا قدام ان شاء الله في الحس الكهرومغناطيسي نرسم، وبرضو لازم نكون متمكنين في الموضوع ده من دلوقتي. لو انا رحت قلت لحضراتكم دلوقتي هلف الملف ازاي، هلف الملف ازاي بقى، اهو بصوا كده، اعمل خط طويل كده، معلش هو الخط بيتدلع شويه، اعمل خط طويل كده وخط قصير كده، شايف السلك ده اهو، يلا ساقط ايه من ورا القلب الحديدي، واروح واخده كده من تحت واروح طالع بالفوق اهو، ساقط كده من ورا واروح واخده كده واروح طالع بالفوق اهو بالمنظر ده كده، ساقط من ورا وجاي من ورا هنا كده. لو قلت لكم دلوقتي الملف ده بيمر في تيار، يعني عايز اوصله بايه؟ ببطارية اهو، بالشكل ده هيمر تيار في الاتجاه الموضح بالشكل ان هو هيطلع من القطب الموجب، تيار يمشي كده، تيار يمشي كده بالشكل ده بالشكل ده بالشكل ده كده. انا عايز احدد من الشمال ومن الجنوبي بقاعده امبير لليد اليمنى، صراحه بحب اطبقها. في السلك المستقيم كان الابهام بيشاور لاتجاه التيار ودوران الاصابع لاتجاه المجال، في الملف بقى الحلزوني والدائري العكس. ازاي؟ نتخيل دلوقتي ان احنا ماسكين الملف ده بايدينا، صوابع دي مش طالعه لفوق، يبقى الابهام بيشاور ناحيه اتجاه المجال اهو، يبقى الوش ده هيبقى شمالي والوش ده هيبقى جنوبي. طب لو عايزين نحددها بقاعدة عقارب الساعة، لو بصينا من هنا يا جماعة بالشكل ده كده، هنلاحظ ان الوش ده اتجاه التيار فيه عكس عقارب الساعة، على فكرة اهو اتجاه التيار فيه كده عكس عقارب الساعة، يبقى الوش ده شمالي، الوجه ده شمالي. طب لو بصيت من الناحية التانية، والله هتلاقي اتجاه التيار مع عقارب الساعة اهو، مع عقارب الساعة اهو، يبقى الوجه ده جنوبي. يبقى بشتى الطرق ممكن تحدد اتجاه المجال، بس بيني وبينكم انا بحب اطبق القاعدة بتاعت امبير لليد اليمنى في الملفات، خليك فاكر عكس السلك المستقيم. يبقى القواعد زي ما احنا اتفقنا، اول قاعدة اللي هي قاعدة عقارب الايه؟ الساعة زي ما احنا شايفين اهوت. طيب تاني قاعدة، قاعدة الايه؟ اليد اليمنى لامبير اللي احنا لسه برضو رسمينها وموضحينها دلوقتي اهو، بتقول لنا ايه بقى؟ اقبض على الملف بايديك اليمين حيث صوابعك دي تشاور لاتجاه التيار، عند اذن الابهام بيشاور لاتجاه الشمال اللي هو القطب الشمالي. طيب النقطة اللي بعدها قاعدة البريمة اليمنى، تعالى عند مركز الملف ودور بريمة يمنى، يلا بينا كمان نشوف ازاي. تعال عند مركز الملف ده او عند محور الملف، فين محوره؟ هو ده محوره يا جماعه، خط مستقيم كده عند المحور. طيب ودور بريمه ايه؟ يمنى. تعالى اهو، يلا لما ادور بريمه يمنى لازم يكون اتجاه دورانها مع اتجاه التيار، عندئذ هتندفع للداخل، يبقى هتشاور الاتجاه الايه؟ لاتجاه المجال. طيب وطبعا عمليا باستخدام البوصله، حط عند المحور هنا بوصله، لو البوصلة شاورت للقطب ده أو شاورت كده يبقى ده الشمالي وده الجنوبي، وعرأي المثل اللي بيقول يا جماعة والبوصلة ما بتكذبش، أيوه لازم هتشاور دايما اتجاه المجال. طيب وخطوط المجال تخرج دايما من القطب الشمالي للقطب الإيه؟ من القطب الشمالي للقطب الجنوبي أهو بالمنظر ده، من الشمالي للجنوبي، من الشمالي للجنوب، وادي اتجاه السهم اهو، ده اتجاه المجال المغناطيسي لملف
حلزون. طب داخل ملف، داخل ملف من الجنوبي للشمالي، العكس. والله داخل الملف اهو من الجنوبي للشمالي، من الجنوبي للشمالي زي ما احنا شايفين كده اهو. وبالتالي البوصله بتتاثر بالمجال داخل الملف. كلام جميل. قاعدة البريمة اليمنى عرفنا ازاي نطبقها، ويلا بينا كمان نشوف شوية الملحوظات دول بقى. لو مر تيار قريب في ملف حلزوني هينشأ عنه مجال مغناطيسي. طب ازاي ازود المجال ده؟ عن طريق ان انا احط قضبان من الحديد المطاوع. حط حديد مطاوع، معامل نافذية الحديد المطاوع اكبر من الهواء، فبالتالي هيزود لك كثافة الفيض. يبقى ممكن يتأثر كثافة الفيض بتغيير نافذية الوسط. شفت كده بيقول لنا ايه في السؤال دوت؟ علق. يمكن زيادة المجال اللي نشأ عن مرور التيار القريب في الملف ان انا احط بداخله قضبان من الحديد المطاوع، طبعا لان معامل نفاذية الحديد المطاوع اكبر من معامل نفاذية الايه؟ الهواء. طيب، طب خد بقى الملحوظة اللي بعدها دي، عشان الملحوظة دي مهمة جدا. تخيلوا ممكن يمر تيار كهربي في ملف حلزوني ولا ينشأ عنه مجال مغناطيسي. مش احنا اتفقنا قلنا دايما التيار بيصاحبه مجال؟ ممكن اخلي تيار يمشي في ملف وما يتولدش عنه مجال. اقول لكم في حالة ايه؟ ان انا الف الملف ده لف مزدوج زي ما احنا شايفين كده في الصورة. شوفوا السلك ملفوف ازاي؟ سلك ملفوف اهوت، ورجعنا بيه تاني العكس، لفينا العكس، فالتيار اللي هيخش من طرف هيخرج من الطرف التاني. طب بصوا كده عند النقطة دي هتلاقي التيارين متعاكسين، كل واحد هينشأ عنه مجال، وبالتالي هيلاشي كل منهما الآخر، فالبي توتال للملف كله هتساوي صفر، لأن المجالين هيكونوا متعاكسين. خلاص يا جماعة؟ طيب، آدي معلومة. طب خد السؤال ده بقى، والسؤال ده أنا عايز الناس تفكر فيه كويس قوي. إن شاء الله بإذن الله هستنى الإجابات في الردود بإذن الله بتاعت الفيديو. اتفقنا؟ كيف يمكن الحصول على ملف لولبي؟ يعني هقول لحضرتك أنت عندك ملف لولبي، إزاي تخليلي القطبين الخارجيين متشابهين زي بعض؟ يلا، يعني يكونوا الاتنين شماليين أو الاتنين جنوبيين. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ يعني أنت تقصد يا مستر لما أنت كنت رسمت لنا من شوية ملف كان في واحد شمالي والتاني جنوبي. أيوه صح. طب أنت عايز إيه بقى؟ أنا عايز أخلي القطبين اللي بره ده هم القطبين الخارجيين دهم الاتنين اما يكونوا شماليين او جنوبيين، يعني ده يبقى شمالي وده يبقى شمالي، او ده جنوبي وده جنوبي. ايه ده؟ يعني انت عايز تخلي القطبين متشابهين. وده سؤال الحصه بتاعت النهارده اللي انا هستناه ان شاء الله في الردود بتاعتكم بمشيئه الرحمن. طيب نشوف السؤال دوت، وده سؤال نظري جه في امتحان تجريبي قبل كده 2010، برضو من الاسئله المهمه اللي لازم ناخد بالنا منها. بيقول لنا انت عندك ملف حلزوني طوله L وعدد لفاته N ومتصل ببطاريه قوتها الدفعه الكهربيه VB. انا عايز اعرف هيحصل ايه لكثافه الفيض عند مركز الملف او عند محور الملف لو انا حطيت بداخله ساق من الحديد المطاوع مع التفسير. طبعا اكيد اكيد كل ما ازود معامل نفاذيه الوسط كل ما كثافه الفيض زادت، فلما تحط ساق من الحديد المطاوع عند مركز الملف هيزود كثافه الفيض لان العلاقه ما بين البي والميو طرديه انتهى. يبقى هيحصل ايه كثافه الفيض عند المحور؟ هتزيد. ليه؟ اصل معامل نفاذيه الحديد المطاوع اكبر من معامل نفاذيه الهواء. طب النقطه اللي بعدها كده يلا بينا نشوف هيحصل ايه لو قللت المسافه الفاصله بين كل لفتين للنص. يا جماعه بالراحه كده الملف الحلزوني قدامنا اهو، ايه رايك لو قللت المسافه ما بين اللفه دي واللفه دي واللفه دي للنص؟ اكيد اكيد طول الملف هيقل للنص. وايه العلاقه بين البي والال من قانون كثافه الفيض لملف حلزوني؟ العلاقه بينهم علاقه عكسيه، فلما الطول يقل للنص كثافه الفيض تزيد للضعف زي ما احنا شايفين. يبقى الاجابه هتزداد كثافه الفيض للضعف لان طول الملف يقل للنص طبعا مع ثبوت عدد اللفات. انا بس قربت اللفات من بعضها ما قطعتش حاجه من السلك. طب النقطه اللي بعدها بتقول لنا ايه؟
ايه رايك بقى لو انا قطعت نصف طول الملف ووصلت ما تبقى منه بنفس البطاريه؟ خد بالك عشان الحته ديت الناس بتقع فيها. يعني ايه قطعت نصف طول الملف؟ يعني من الاخر كده رحت جايب الملف، احنا نوضحها بالايه؟ بالكتابه عشان الكلام يبقى ايه متناسق كده مع بعضه. تاني كان عندي ملف زي ده، عده كده شوف عندي كام لفه. ادي واحد اتنين تلاته، لحظه، ادي واحد اتنين تلاته اربعه، اربع لفات اهو متصلين ببطاريه. عملت ايه دلوقتي؟ رحت جايب ها مقص ورحت قصيت نصف طول الملف ده بالنص اهو، بالنص اهو. طيب ورحت واخد ما تبقى بالشكل ده كده، مش ده اللي اتبقى؟ وصلته بنفس البطاريه، وكلامه واضح، نفس البطاريه يعني نفس القوه الدفع، مش كانت قوه الدفع قريبه في بي؟ هي نفسها الفي بي اهي. هيحصل ايه الكثافه فين عند المحور؟ ركزوا بقى عشان في ناس بتغلط في الحته دي. ايه القانون بتاعنا؟ البي بتساوي ايه؟ كثافه الفين بتساوي، البي بتساوي ميو ان اي على ال. الناس بدات تفكر وتقول لي ايه؟ ان الطول هيقل للنص. هقول لكم عندكم حق، كثافه الفيض هيحصل لها ايه؟ هتزيد للضعف، بس انتوا اهملتوا حاجه، عدد اللفات هيتاثر، وكمان يعني الان هيقل للنص. انا سامع ناس تقول ايه؟ نطير النص ده مع النص ده وتبقى كثافه الفيض ثابته. والله هتتغير يا جماعه، كثافه الفيض هتتغير في الحاله دي. عارفين ليه؟ اصل الناس اهملت ايه؟ ان شده التيار هتتغير. هو مش لما انا اقص منه يبقى كده بقلل الطول للنص؟ مش احنا متفقين على كده يا جماعه؟ اهو تاني، الطول لما يقل للنص هي المقاومه بتتغير ولا مش بتتغير؟ اكيد المقاومه هتقل للنص، لان من الفصل اللي فات عرفنا ان العلاقه بينهم علاقه طرديه. ولما المقاومه تقل للنص شدة التيار تزداد للضعف، وانا بقى مش هوثقه، انا علاقه بين البي والاي طردي، قوم لما الاي يزيد للضعف كثافه الفيض كمان تزيد للضعف. شفنا بقى الملحوظه جت منين؟ يبقى كثافه الفيض هتتغير عشان التيار زاد للضعف، يبقى تزداد للضعف. يبقى بقول لك ماذا يحدث مع التفسير؟ هتزداد للضعف لان التيار يزداد للضعف، لان المقاومه هتقل للنص، لان الطول هيقل للنص. خد بالكم من السؤال ده عشان الاسئله مهمه جدا. طب يلا بينا كده لما نشوف ها النقطه اللي بعدها. طب لو انا استبدلت الملف النحاسي باخر من الالومنيوم، ركزوا بقى كده معايا، هو كان في سلك نحاسي شلته وحطيت مكانه سلك من الالومنيوم، انا بحاول اعمل تغير في ايه دلوقتي في المقاومه؟ هو مين اللي مقاومته كبيرة ومين اللي مقاومته صغيرة؟ طبعا احنا عارفين ان المقاومة النوعية بتاعت النحاس صغيرة، اما الالومنيوم كبيرة. طب يلا بالراحة كده نحط وجه مقارنة الالومنيوم والنحاس. يلا تاني، الالومنيوم مقاومته كبيرة، النحاس صغيرة. التيار اللي يمشي في الالومنيوم هيكون صغير، والتيار اللي يمشي في حالة النحاس هيكون كبير. يبقى كثافة الفيض في الالومنيوم صغيرة، وكثافة الفيض في النحاس كبيرة. قوم لما يشيل السلك النحاسي واحط مكانه سلك الومنيوم كثافه الفيض هتقل. ليه؟ اصل التيار هيقل. ليه؟ اصل المقاومه، ايوه، في حاله الالومنيوم هتبقى اكبر من المقاومه في حاله النحاس. ونقرا كده الكلمتين اللي احنا قلناهم، هتقل كثافه الفيض لان المقاومه النوعيه للنحاس اقل من المقاومه النوعيه للالومنيوم، فيكون مقاومه ملف النحاس اقل من مقاومه ملف الالومنيوم، فيصبح شده التيار في حاله النحاس أكبر من شدة التيار المرة في حالة الألمونيوم، لأن البي طرد مع الأي. وركزوا على المعلومات دي عشان مهمة جدا. طيب ما تيجوا يلا بينا كده لما نشوف السؤال ده، ها نشوف بيقول لنا إيه وهنختم بيه كلامنا في الأسئلة. يعني
انا كان عندي ملف بيمر فيه تيار وده ميزان وعليه قطعة حديد. طيب ده ميزان وعليه مغناطيس، امال ده ملف بيمر فيه تيار. طب يلا تاني ده ملف بيمر فيه تيار في حالة غلق المفتاح، وده ميزان عليه قطعة نحاس. يبقى من الاخر كده عندي 3 موازين، على كل واحد قطعة حديد مغناطيس نحاس. هيحصل ايه لقراءة الموازين التلاتة لو انا اغلقت المفتاح كين؟ ردوا عليا قولوا لي مش ده ملف؟ اول ما يمر فيه تيار هيصبح وكأنه مغناطيس بالظبط. هيعمل ايه في قطعة الحديد دي؟ هيجذبها. مش الحديد بينجذب المغناطيس يا جماعة؟ ما ده دلوقتي مغناطيس، يبقى هيجذب قطعة الحديد، يبقى الميزان قراءته هتخف هتقل يعني. يبقى الميزان الاولاني اللي عليه قطعة الحديد دوت عند غلق المفتاح هيقل. طيب قولوا لي في الحالة دي ايه؟ في الحالة زي دي بقى لازم نحدد قطبية الملف، مين فيهم الشمالي ومين فيهم الجنوبي. احنا اتفقنا احسن طريقة بنحب نطبقها امبير اليد اليمنى. يلا كمان نطبقها كده مع بعض. الملف اللي قدامنا اللي انتوا شايفينه ده، مش ده التيار؟ ده التيار. ولو طبقنا قاعدة امبير اليد اليمنى، امسك كده الملف بايديك، ده تيار يبقى ده مجال، يبقى الوش اللي تحت ده شمالي ويبقى الوش اللي فوق ده جنوبي. ولما ده يبقى شمالي، شمالي مع شمالي يحصل تنافر، ومن الميزان كان عليه مغناطيس وفي قوة زيادة زودت قراءة الميزان، عمل التنافر، ومع على طول الميزان قراءته هتزيد. وفعلا ده في حالة الملف والميزان اللي عليه مغناطيس، القراءة هتزيد عند غلق المفتاح عشان الوجهين اللي قصاد بعض دول شمالي مع شمالي. طب تعالى كده الناحية التانية دي، النحاس. هو أصلا النحاس بينجذب للمغناطيس يا جماعة؟ والله مش بينجذب، وطالما مش بينجذب للمغناطيس فبالتالي هيفضل ثابت في زي ما هو، يبقى قراءة الميزان مش هتتأثر. طب شوف كده المطلوب التاني، لو عكست قطبية البطارية، اعكس هنا الأقطاب بتاعة البطارية، التيار بدل ما هو ماشي كده هيمشي العكس. طب قراءة الميزان ده هيحصل لها إيه؟ والله برضه هتقل. كده كده المغناطيس هيجذب الحديد، ولا الحديد له أقطاب لا سمح الله؟ لا. يبقى من الآخر كده هينجذب الحديد فتقل قراءة الميزان في الحالة دي. طب في الحالة التانية، هنا بقى هيبقى في اختلاف. التيار لو مشي العكس، مش كان ده شمالي وده جنوبي؟ لو طار عكس اتجاهه هيبقى الوجه ده المقابل للمغناطيس ده، الوجه ده هيبقى قطب جنوبي والوجه اللي فوق شمالي، قوم ينشأ ما بينهم قوة تجاذب، قوم يرفع الحديد عن الميزان، يرفع المغناطيس عن الميزان، يبقى قراءة الميزان هتقل. طب في حالة النحاس، لما اعكس التيار اللي ماشي في الملف، ولا هيندهش ولا هينبهر، والله ما هيتأثر بالمجال أصلا، فهيفضل ثابت زي ما هو ومش هينجذب. يبقى من الآخر كده عرفنا اتجاه المجال المغناطيسي، وازاي عرفنا كمان الأفكار المختلفة بتاعت الأسئلة. فاضل بس ملحوظة صغيرة هقولها وبعد كده ننهي حصتنا النهاردة. بصوا معايا يا جماعة، احنا اتفقنا لو انا دلوقتي عايز اجيب عدد اللفات هقول ان بتساوي طول السلك، طول السلك على محيط اللفة الواحدة، حيث ان الار ده نصف قطر اللفة، وده احنا شرحناه من شوية. طب لو اللفات متماسة في الملف الحلزوني، بس يطبق الملحوظة دي، خد بالك لو اللفات متماسة ازاي اجيب عدد اللفات؟ يلا بينا كده لما نشوف. يلا بينا. يعني ايه لفات متماسة؟ ده ملف وده قلب من الحديد المطاوع، الناس مركزة معايا هنا، اهو ده قلب من الحديد المطاوع، ورحت جايب الملف ده كده خليت اللفات متماسة، متماسة كده، متماسة كده اهو. قولوا لي بقى يا جماعة، هو انا لما الف اللفات دي وتكون ملامسة لبعضها، انا عايز اجيب طول الملف من بدايته اهو، يلا من بدايته لنهايته، استنوا بس كده عشان ما يحبسش الدم، ايوه اهو، انا عايز اجيب طول الملف ده من اللي منين؟ من الطرف ده للطرف ده. سؤالي، هو انا لو جبت قطر السلك الواحد، قطر السلك ده، وعرفت مثلا ان هو 2 مللي مثلا، حلو ماشي، هروح اقول ايه؟ الطول كله عبارة عن ايه؟ 2 مللي زائد 2 مللي زائد 2 مللي زائد 2 مللي، يعني ايه؟
هتفضل تجمع القطر بتاع السلك على حسب عدد لفاتك، صح ولا غلط؟ تاني هتروح تقول ايه؟ قطر السلك اللي هو 2 ار، بس هيبقى 2 ار زائد 2 ار زائد 2 ار زائد 2 ار. ما تريح دماغك وقول يلا ان، وهو عدد اللفات في ال 2 ار، وهو قطر الايه؟ الملف، قطر الملف، وبالتالي هيديلك طول الملف لو لفاته متماسة، لو لفاته ايه؟ متماسة. طب نعيدها تاني؟ حاضر. ده قلب من الحديد المطاوع اهوت. انا عايز اعمل دلوقتي ملف لفاته متماسة. الناس تركز. اللفات متماسة اهيت، استنى واحدة واحدة. متماسة اهيت، يعني ده رسم تخطيطي بس كده يوضح لنا الموضوع. اللفات لمسة في بعضها اهيت. بالاخر كده وخارج من هنا. شوفوا انا بتكلم بقى على الملف من هنا اقول هنا لحد هنا. اللفات دي مش متماسة، انا على قدر الامكان بحاول اوضحها بالرسم. ادي الطول اهو. سؤالي بقى، مش من هنا لهنا 2 ار، ومن هنا لهنا 2 ار، يلا من هنا لهنا 2 ار، ومن هنا لهنا 2 ار، من هنا لهنا 2 ار، 2 ار و 2 ار و 2 ار. 2 ار يعني ايه؟ القطر كله، يعني القطر كله. اذا لو انا رحت جايب القطر كله اللي هو 2 ار، ده قطر السلك، وضربته في عدد اللفات، هيروح جايب لي طول الملف، وهو ملفوف في فرق ما بين طول الملف وطول سلك الملف. هيجيب له طول الملف وهو ايوه وهو ملفوف. ده طول الملف ملفوف. يبقى ال بتساوي 2 ار في ان. الناس تعرف تقرا فرانكو. ال بتساوي ايه؟ ارن، ارن 2 ار ان. ها ما ننسوهاش بقى. ده الكلام ده لو لفاته متماسة. طيب ما تيجي كده نشوف بقى الملحوظه الاخيره. لو كان ملف دائري وابعدت لفاته هيصبح ملف حلزوني. ما تيجي يلا بينا لما نشوف ازاي نجيب او نقارن بين كثافه الفيض في الحالتين ونقول المعلومه دي ونختم بيها. تاني انا بقول كان عندي ملف دائري وبعدنا لفاته عن بعضها هيصبح حلزوني. على فكره الملف الحلزوني ما هو الا ملف دائري زي ده ومسكنا لفاته بعدناها عن بعضها بانتظام، بس ساعتها يتحول لحلزوني. معنى الكلام ده لما كان دائري القانون بتاعه ايه؟ البي بتساوي ايه؟ لما كان دائري ميو ان اي على 2 ار. ده لما كان ايه؟ دائري. طب لما بعدنا لفاته عن بعضها اصبح حلزوني، يبقى البي بتساوي ايه؟ يلا ميو ان اي على ال. هقول سؤال وعايز الناس تفكر وتشغل دماغها معايا. هل معامل النفاذيه اتغير؟ لا، يبقى الميو هي الميو. هل عدد اللفات اتغير؟ لا والله، ده انا بس بعدت اللفات عن بعضها، يبقى لان هي هي. هل شده التيار اتغير؟ الاي هي هي. طيب انا هكتب ده بي حلزوني واكتب هنا بي دائري. هي. يلا بينا كده مقسم بي حلزوني على بي دائري. بي حلزوني على بي دائري بتساوي، ها يلا هقسم، يلا الميو ان اي على ال دوت هقسمه على ميو ان اي على 2 ار. طبعا مقام المقام يطلع باسط، يعني ممكن اضرب بس اشقلب بقى، هيبقى 2 ار على ميو ان اي. في اختصارات ولا مفيش؟ الميو ان اي هيروح مع الميو ان اي، هيتبقى فوق في البسط ايه؟ ال 2 ار وال ال تحت، ده طول الملف
الحلزوني. يبقى لو عايز اقرب من كثافه الفيض في الحالتين عايز اقسم بي دائري بي حلزوني على بي دائري، يبقى هيساوي تو ار على ال. وخليك ناصح كده ما تحفظش، مش العلاقه بين البي والال عكسي، لو البي في البسط ال بتاعته في المقام. مش العلاقه بين البي والار عكسي، لما تكون البي في المقام يبقى التو ار بتاعتها في البسط فوق. وبالطريقه ديت يا جماعه نبقى احنا الحمد لله كده لمينا افكار الملف الايه الحلزوني وافكار الملف الدائري. واوعدكم ان شاء الله هيبقى في حصه مجمعه لجميع الاسئله باذن الله، وهنحل ان شاء الله اسئله على كل اللي فات دوت. وطبعا الملحوظه الاخيره قبل ما نختم، انا نوهت عنها من شويه برضو، ان الميو بتاعه الحديد المطابع اكبر من الميو بتاع الهواء، وبالتالي طبعا شايفين الرقم بتاع الحديد المطابع كام؟ 2 في 10 سالب 3 الميو، اما الميو بتاعه الهواء 4 باي في 10 سالب 7. فلما احط قلب من الحديد المطاوع بداخل ملف دائري او حلزوني هيزود كثافه الفيض، وبالمنظر ده هيخلي الملف كفاته كمغناطيس كبير. بالشكل ده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. احنا اتكلمنا النهارده على كثافه الفيض لملف دائري وحلزوني، الحمد لله بفضل الله غطينا الافكار بتاعتها. ناقص بس الناس بعد ما تسمع الحلقه بتاعت النهارده تبدا بقى تمسك الورقه والقلم كده ويتلخص الحلقه تاني على شكل نقاط، وتبدا تحل مسائل على الكلام دوت ومشيئه الرحمن. احنا هننزل اسئله على الموقع بتاعنا كتطبيق على الكلام اللي احنا قلناه. ان شاء الله الحصه الجايه او الحلقه الجايه بمشيئه الرحمن نبدا في القوى المغناطيسيه. وبالمنظر ده نبقى وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وكل سنه وانتم طيبين، والى اللقاء في حلقه قادمه بمشيئه الرحمن.